أسرع أمين شرطة أثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية بالغردقة. لقى أمين شرطة مصرعه صباح اليوم الأربعاء أثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة وجاري التحقيقات. وكانت غرفة إسعاف البحر الأحمر قد تلقت بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من أعلى عمارة سكنية بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف وتبين وفاة أمين شرطة في العقد الرابع من العمر يدعى السعيد ناصف، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام. وتبين من التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وتم إخطار النيابات لاستكمال التحقيقات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.